السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات تبقى أنت شغال في اللوحة وتلاقي في حاجة مش ظاهرة معاك وأنت شغال، فتبقى مستغرب يعني الحاجة دي راحت فين. هي ليها أسباب كتيرة، تقريبا 36 حاجة، بس إحنا هنشوف الحاجات الأساسية. أول حاجة بفكر فيها موضوع الـ VV اللي هو الفيزيبيلاتي، بدوس VV وأبدأ أشوف إيه هنا اللي مش ظاهر. ممكن يكون مثلا الضغطات، يعني لو أنت جيت هنا وقلت له اختار الضغط اهو وقلت له اولاي هتلاقي اختفت من عندك. لو هي مش موجودة هتدوس مرة كمان هتلاقيها تبدأ تشتغل معاك. فأول حاجة بفكر فيها لما ألاقي حاجة مش ظاهرة أقول له VV وأبدأ أشوف إيه اللي ظاهر وإيه اللي مش ظاهر معايا. تاني حاجة هناخد في اللوحة كده تكون 2D، تاني حاجة هفكر فيها الفيو رينج. ايه الفيو رينج دوت؟ الارتفاع. ممكن تكون الحاجة أعلى من الفيو رينج بتاعي. ايه الفيو رينج بتاعي دوت؟ الفيو رينج بتاعي إن أنا شايف منين لفين، يعني لما بدخل كده في خصائص الفلور بلان ما عملش سيلكت على أي حاجة. أجي هنا في خصائص وأقول له فيو رينج إيديت، هو أنا بشوف منين؟ بيشوف أنا في الدور التاني، بيشوف من أول حاجة في الدور التاني، الزيرو بتاع الدور التاني لحد 3 متر ونص. طيب لو هو هنا بيشوف لحد 1200 قلت له ابلاي هتلاقي الحاجه كلها اختفت. اللي يظهر معايا بس الحاجات من الارضيه بتاعت الدور الثاني لحد 1200. طيب لو رجعتها 3500 او قلت له توصل لي لحد الدور الثالث، الزيرو بتاع الدور الثالث قلت له ابلاي هتلاقي الحاجات بدات تظهر معايا تاني. طيب ايه كمان ممكن يكون من ضمن الاسباب حاجات الاخفاء؟ اولا انا ممكن اخفي حاجه من انا هنا اعمل سيلكت على اي عنصر وشكل النضاره ده اللي هو تمبرري هايت، ادوس كليك يمين واقول له ايه هايت ايليمنت تمام، وبعد كده هنا اقول له ايه ابلاي هايت ايزوليت. سواء الفيزيبيليتي او الفيو رينج او الهايت تمبرري اللي احنا بنقول عليها، كل الحاجات دي شرحت بالتفصيل في ماوس البيبر، دول ماوس البيبر. فاحنا بس ايه بنمر سريعا على الحاجات اللي هي بتتسبب في الاخفاء والاظهار تمام. طيب انا دلوقتي عايز اظهرها، اجي هنا في ريبال هايدن اليمنت وادوس عليها. الحاجات اللي هي مخفيه هتلاقيها خدت لون مختلف شويه تمام، يعني مثلا اللايتنج، اللايتنج مخفي. طيب هعلم على الحاجه اللي انا عايز اظهرها، كليك يمين واقول له ايه ان هايت element، خلاص كده هتبدا تظهر معايا. كده لما هطفي الريبال هيدن الاقي ان الحاجه اللي كانت مخفيه الاير تيرمينال دي بدات تظهر معايا تمام. في بعض الاوقات تيجي ترسم حاجه وتلاقيها ما ظهرتش، ليه؟ بيبقى عندي حاجه اسمها كروب فيو. ايه كروب فيو دوت؟ كروب فيو ده بيبقى زي مربع حوالين حاجه اللي جواه بس هو اللي يظهر، اللي بره ما يظهرش تمام. عشان ننزل المربع دوت بلاقي حاجه اسمها شوب كروب ريجن، لما بدوس عليه بيبدا كروب ريجن يظهر معايا تمام. دلوقتي انا لو جيت رسمت ضغط بره الاقي ان هو ما ظهرش معايا، ليه؟ عشان الكروب فيو. فهاجي هنا اقول له ايه شغال الكروب فيو تمام، فلاقي ان الشغل بتاعه هو بدا يظهر عادي. اي حاجه ارسمها مش هيبقى فيها اي مشكله خالص تمام. لو رسمت كده وقلت له اخفي الحاجه اللي هي بره كروب فيو هتلاقي كله اختفى ما عدا الجزء اللي هو داخل كروب فيو. فدي حاجه من ضمن الحاجات برضو، من ضمن الحاجات برضو لو انا في 3D تمام. خلينا ناخد 3D الاول، 3D ده معايا بلاقي ان ده بس اللي ظهر. ليه بس ده هو اللي ظهر؟ لان انا عندي حاجه هنا اسمها سيكشن بوكس. سيكشن بوكس بيعمل لي زي سيكشن على هيئه مربع او مكعب اللي جواه بس اللي يظهر والباقي كله ما يظهرش. ببقى انا عايز اركز على اوضه معينه بشيل العلامه ديت يبدا يظهر كل حاجه. طب في جزء هو مش ظاهر معايا ليه؟ عشان الكروب فيو، لا اما اخفيه من هنا لا اما من هنا. شيل العلامه من هنا خلاص
ابدا اشوف المشروع كله. تمام، دي اهم حاجه من الحاجات اللي ممكن تقابلها في موضوع الحاجات تظهر او ما تظهرش، اللي هي الفيزيبيليتي، الفيو رينج، الكروب فيو. دي اول ما تتاكد منها تقدر تلاقي الحاجات ظهرت معاك.